ديري بالك على البنت ماشي؟ حاضر. بدكم شيء دقي لي على التليفون تمام؟ يلا سلام. الله معك معلم. وفي عندك يا حقيره بليك معلم انت اجيت كنت هون؟ لا ما كنت هون بس كنت شايف كل شيء حاطط كاميرا مراقبه مشان اراقبك يا حقيره وفي وحده حقيره وما بتستاهلي الشفقه اللي انا اشتغلت عليك وشغلتك عندي عن سرمايتي هيك عم تعملي عم تقولي هيك عم تساوي معارضه جبتك لعند سرمايتي تشتغلي لانه شفقت عليكي بس طلعتي وحده حقيره ما بتستاهلي انقرعي بليك انقرعي بسرعه احسن ما اخذك على شي مكان ما يعجبك ها روحي انقلعي من هون بسرعه ما بدي منك احسن رقم طلعت سرعه ليك معك بالواحد 10 بتطلع على البيت اعتمد حالك على القسم يلا 1 10 بابا انت حسيت انه هي هيك عم تعمل معي بابا هذا فيي هو اللي قال لي هذا الشيء خلاني اصحى لهذا الشيء ليش بس بدي اعرف انا لك كل يوم بشوف ايد بنتي مضروبه عيونها مضروبه اجرها مضروب ما عم بعرف شو عم بيصير معها لهالبنت بنتي شو هالضربات عيدك شو هدول عوشك كمان شو هاد؟ شو هاد بابا شو هاد؟ ها؟ بابا انا ضبيت عوشك بالضبط يا بابا هيك صار والله ما عم بصدق يا بنتي ما عم بصدق بابا ضبيت انا بس ضبيت ما بدي اعرف شلون؟ شلون يعني ما عم تعرف؟ بنتك ما عم تقول لك يعني؟ لا بنتي ما عم تقول لي عم بسالها عم بتقول لي انه انا انطرقت انا انضربت بالحيط انا طب علي هيك ما بعرف شو عم بيصير معها ما عم تحكي لي وانا ما عم بصدق صدقني وانا ما عم بصدق يا اخي مبين انه في حدا غير باب ايوه طيب انا عندي الحل شو هو؟ انا عندي كاميرا بالبيت بشكل لعبه بعطيك اياها بتحطها وانت بتشوف كل شيء بيربع اي والله اشتري لك يا رجل جيب لي اياها هلا رايح اجيب لك اياها استنى انا راجع تمام يلا روح بستناك روح سلام. طير واخيرا ان شاء الله يا رب تزبط عرفتي هلا شلون يا بابا؟ ايه يا بابا هلا عرفت خلاص المهم اهم شيء انه خلصنا من هي الحقيره يلا فوتي فوتي بقى شوف فوتي وين مصاري لك؟ كان في هون مصاري وينهم؟ هدول الي شلون لك؟ طلع منظرك بدك تعطيني اياهم انت وينك؟ بعد هيك شو مصاري ومصاري؟ هالمصاري ليش ما اخذتيهم؟ لا اخي انا ما بقى شيء مني هدول مو لالي لحظه بس يعني حتى لو ما قلب هو كان بالارض مانو صاحب كان خديه وروحي ليش ما اخذتيه؟ انا ما تعودت اخذ شيء مو لالي انا ما باكل حرام يا اخي اسف اعذرني بس ما حدا شافك كان شيليهم ومشي مو حدا شايفني بس رب العالمين شايفني شيلهم هدول 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 مو لي بلكي وعان منك انت انا مستحيل يا اخي يكون عندي مثل هيك مصاري خليهم معك لين يجي صاحبهم وياخذهم ايه بستنى لا يجي صاحبهم ها
الله يجزيك الخير ويكثر من امثالك. بس انت يا اخي تاكل مالك حرام. لا مستحيل اكل حرام. الله يجزيك الخير. خلص راح استنى صاحبهم. وين اخذت لي مصرياتي؟ مصريات مين؟ هدول حطيتها بجيبك اعطيني اياها هون. لك شيل ايدك. هدول مو مصرياتك ولا هدول مصرياتي وانت ما دخلك فيها. هدول شو مصرياتك؟ شو هدول اللي اسمع ولا انا اخذتهم غصبا عنك وخاوه. ايش بدك خريه تروح من هون ولا اطلع بروحك؟ طبعا. يلا روح نلع خريه. معلش عيفو من حاسبه جوا. روح خلينا نروح على الريسبشن. يلا انتوا كمان جايين توظف هون مثلنا؟ ايه اكيد ان شاء الله يا رب نتوظف هون. ايه طبعا بدنا نتوظف. هلا انتم منظركم منظر تجي تشتغلوا موظفين، لازم تتوظفوا زبالين. لا لا خلوا يشتغلوا شوفيرات صينيه، يجيبوا لنا شاي وقهوه. لك انتم ما بتنقبلوا، انتم فاكرين حالكم تنقبلوا انت وياه؟ والله مناظركم والله العظيم. هدول على عنزه إذا بتوظفوا أنتوا. الله بتشوفوا. بروك بروك. لسه شحاض ولا شحاجي. وين في واحد زباد جاي لهون يتوظف معي بشركتي بالعمل؟ وين في واحد شحاض زباد جاي يتوظف هون؟ روح بابا روح روح كبير زبالة روح يا رب. لا خلص روح من هون يا زلمة. قول لهم شغلوني عندكم مسيح تواليتات مسيح بلاليح. يلا روح. لا خلص روح من وشي جاي تروح معي. ليش عم تقلق؟ اهلين وهلين لك. هذا ما بعرف شحاط جاي بده مني ليرة ليرتين يا زلمه. خلص خليهم يروحوا. انت شو عرف انه هو شحاط؟ ايه شحاط مبين عليه طلع لك سوق شوي قدام الباب الشركه شفته كان بيرك عم بشحط قدام الهي عم بتهمني انه انا سارق منه. طلع منظر وهذا منظر معه مصاري. يلا روح منه روح منه. يلا روح خلصنا يا زلمه. طول بالك خلي شحاط عنه. هذا صاحب الشركه بتعرفه ولا لا؟ شو؟ صاحب الشركه كلها. يعني انت جاي تتوظف عندي وانا بقرر اذا انت بتستاهل تضل هون او لا. مو انت لا تاخذنا معلم ما بيعرفك ليش هلك جعل ورس. والله انت اول شيء قبل ما يستريح هذا ما بيستاهل يستريح. اول شيء طالع المصاري اللي بجيبك. بمزح معك. طالع المصاري اللي بجيبك. لك معلم كرمال الله سامحني والله ما بيعرفك بجهلك. صدقني بمزح معك. طالع المصاري. عم بمزح معك. انا جاي اعطيك اياه انا بعرف انه انت صاحب العمل. ولا كلمه لو سمحت اطلع لبرا الشركه. سامحني سامح النبي. اطلع فورا. يلا يلا بدك انت بس طلع لنا بس خلينا فهمك. ما بتناسب عملنا طبعا. هلا خلص انا معك. وانت تعال هون. شو عملت بحالي؟ هذا الشغل الوحيد اللي كان بده يحواني بده يطعميني. حسبي الله ونعم الوكيل. الله منين تجي مصرات انا منين؟ حط المصاري بجيبك. علي انا اسف والله ما بيعرفك بجهلك. انا الله يلعن الشيطان شيطان لعب حالي. تفضل معي. حط هدول كمان معاش. ما انت الشياطين مو اللي الشيطان وسوس براسك. انت الشيطان بذاته. هسا بيقولوا شيطان وشيطان. روح طلع لبرا قل له. قبل ما تقل له حاول اقول لك كلمتين انت وهذا النمرود الثاني. عمركم لا تتنمروا على حدا لانه كل الناس خير وبركه وطلعوا احسن منكم واحسن منك انت وهذاك القديش. عم تتنمروا على الناس طلع لبرا روح. الله يخليك يا معلم سامحني. انت هلا زلعتي من هون ما في محل اشتغل فيه بتقطع برزقي. ما لك نصيب عنا. روح شوف لك شي شركه ثانيه شغلك شاي وقهوه مثل ما فيك عم تتنصر على الناس. يلا الله معك. يلا وانتوا الاثنين هشام هدول البلاد الاثنين بتوصفهم وظيفه منيحه وهالمصاري هاي والثاني
بعطيهم كل واحد رفطة مكافأة لهم لأنه أمينين وخافوا الله. هاي أهم شيء. وزعوا عليهم ووزعوا لهم عملهم والحالة على المكتب. تفضل يا حجي. تستاهلية. ودي. تفضل الكاملات. تستاهلوا أنتم لأني طيبين وأصيلين. هلا راح أشرح لكم شو هو الشغل، شو المبدأ.